وخلال مؤتمر صحفي على هامش الملتقى الحكومي 2019 أكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام في ديوان ولي العهد أن المؤشرات التي استعرضها سمو ولي العهد خلال الملتقى الحكومي أوضحت أن هناك نموا اقتصاديا خلال السنوات العشر الماضية. طبعا المؤشرات الاقتصادية من 2008 إلى 2018 مثل ما ذكر سيدي سمو ولي العهد في العرض أنها هي إيجابية، يمكن وصلنا إلى نسبة تقريبا 50% كما ذكرها من نمو اقتصادي متواصل خلال عشرة أعوام من 2008 إلى 2018. ولكن أيضا قال أن البحرين ليست بمعزل عن بقية دول العالم، هناك دائما تحديات موجودة خاصة تحديات اقتصادية، ولذلك قد يكون بعض القطاعات الاقتصادية محتاجة إلى دعم خلال هذه الفترة جراء التحديات اللي واجهها الاقتصاد العالمي بشكل عام ولانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. فأعلن أيضا عن إنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار راح يوفر الدعم اللازم للشركات بالقطاع الخاص لإعادة هيكلة التزاماتهم المالية بشكل عام.